بلشت مرحلة جديدة بتاريخ لبنان. ما بقى في سرقة مبررة ولا في سارق مجهول، وكل متهم رح يتسمى بالاسم. السلطة الرابعة استعادت الدورة بالمساءلة والمحاسبة. باسم الشعب رح نفتح الملفات الكبيرة، ورح نضل بإصبعنا على كل مين تجرأ ومد إيده على جيوب الناس. باسم الشعب مع رياض طوق، 14 لتلت المساء مباشرة على الـ NTV.